نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد فتحي، الدول الغربية تصر على عقد ما يسمى بمؤتمر أصدقاء سوريا رغم اتفاق الإطار الذي توصلت إليه المجموعة الدولية في جنيف. لماذا هذا الإصرار على حراك موازن إذا كان هناك اتفاق يجمع جميع الأطراف؟ نتذكر من مؤتمرات أصدقاء سوريا السابقة، وأتذكر منها مؤتمر إسطنبول، هو ليه مبحث وليه اتجاه آلية عمل تختلف ربما عن آلية عمل مجموعة العمل اللي التقت في جنيف أو اجتماع فصائل المعارضة اللي عقد في جامعة الدول العربية في القاهرة. يوجد متطلبات ليست فقط من الناحية السياسية، ولكن أيضا يوجد متطلبات إنسانية للداخل السوري. يوجد لدينا اليوم مشكلة اللاجئين السوريين، وهذه يعني بتتفاقم يوم بعد يوم. يوجد هذا التجمع، أنا يعني لا أنتقص من فاعليته، ولكن يجب أن نخرج بالأزمة السورية من مجموعة العمل الضيقة التي ضمت الدول الأعضاء الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إطار أوسع وأرحب يستطيع فيها الدول المساندة لثورة الشعب السوري أن تلتقي وتتباحث في الإجراءات القادمة. لماذا برأيك هذا الإصرار الأمريكي الأوروبي والعربي أيضا على فرض حل خارجي على سوريا وإسقاط النظام؟ إسقاط النظام هو مطلب سوري داخلي منذ البداية، وليس مطلب خارجي. الشعب السوري هو أول من طلب بإسقاط النظام. الولايات المتحدة والعالم الغربي والدول العربية هي تساند حق أصيل للشعوب في تقرير مصيرها. هو ليس لا يفرض إرادته، ولكن يساند إرادة ورغبة الشعب السوري في الداخل والخارج أيضا. لكن لماذا هذه القوة التي تتحدث عنها لا تساند شعوبها أيضا؟ هناك من يتحدث في تحقيق الديمقراطية وإزالة الأنظمة البائدة التي لا تتمتع بالديمقراطية. عزيزي، هذه منطقة حساسة، أنا أعلم ما تعنيه. الدول والدويلات في منطقة الخليج العربي لم تطلها رياح التغيير بعد، ولكن صدقني إن آجلا أم عاجلا ستصل رياح التغيير الربيع العربي إلى الخليج وتجعله أكثر رطفا ورطبا. طيب، حتى أن أطراف من المعارضة السورية التي شاركت في مؤتمر القاهرة تحدثت عن محاولات لتحوير الأزمة السورية بما يخدم أجندة خارجية. برأيك ما هي هذه الأجندة التي تتحدث عنها هذه الأطراف؟ أي قوى معارضة؟ هل المعارضة في الداخل اللي هي تحت سيطرة الأسد وسيتم استجوابها من عن طريق كل المعارضة التي شاركت في هذا المؤتمر؟ ولا الفصائل المعارضة اللي في الخارج اللي هي عندها حرية حركة وحرية الحديث وحرية التعبير؟ كل من شارك في هذا المؤتمر. والله يوجد أجندات خارجية. حدث يعني تحول في بعض المواقف، كنا نعامل الجيش السوري الحر على أنه فصيل وطني ثوري إلى أن بدأ يتلقى رواتب شهرية، فهنا خرج من نطاق الثورية إلى نطاق الارتزاق. فهنا يوجد يعني المعايير بتختلف. لا يوجد خلاف على ضرورة رحيل بشار الأسد، ولكن في إطار الورقة التي أصدرها مجموعة العمل في جنيف، أنا أرى أن بدء المفاوضات السياسية بين الطرفين هو أمر حتمي، إيقاف إطلاق النار بين الطرفين هو أمر حتمي، الوصول إلى نتائج مرضية للطرفين. لن يستطيع الفصائل الثورية المعارضة أن تفرض إرادتها على نظام بشار الأسد، ولو اعطيتهم الأسلحة اللي موجودة في المخازن لهذه الدول. ليه؟ لأنه بيدوهم أسلحة خفيفة ومحمولة وليست أسلحة ثقيلة. نظام بشار الأسد يمتلك ترسانة من الأسلحة برية وجوية وبحرية، يمتلك مدفعية ثقيلة لا تمتلكها المعارضة، يمتلك دبابات، يمتلك طائرات، يمتلك معتقلات وسجون. لازم المعارضة، يعني أنا أتفق مع حديث السفير الروسي في القاهرة، يجب أن يكون هناك واقعية في الطرح. أنا أساند حق الشعب السوري في تقرير مصيره، ولكني أيضا مع الاتجاه الواقعي. بشار الأسد دوره انتهى، الشعب السوري طلب بإسقاط بشار الأسد. ولكن المؤتمر شهد أيضا محاولات لتكريس تصنيفات طائفية وعرقية كجزء من المطالب. هل بات تقسيم سوريا في صلب أجندات المعارضة؟
يوجد يعني احنا النهارده وصلنا يوجد فصائل معارضه وطنيه نحترمها ونقدرها، ويوجد فصائل استرزاقيه تعمل لاجنده هذا او لذلك. انا ارى يعني زي ما نقول لبنان 2.0، ارى لبنان السبعينات منتصف السبعينات، ممكن ان اتكرر في سوريا كما برز حزب الله في لبنان، فارى ان حزب الاخوان المسلمين يستطيع ايضا ان يكون شوكه، وهذه ليست في مصلحة لا سوريا ولا المنطقة. حزب الله لم يفيد للمنطقة وأدى إلى تعرض لبنان إلى هجوم أكثر من مرة وتدمير بنيته الأساسية، وحزب الإخوان المسلمين لو تم تسليحه بشكل كامل ستحول إلى دولة داخل الدولة وستمتد القضية. وأتوقع في هذه اللحظة أن يصدر بيان من جامعة الدول العربية كما تعودنا من بياناتهم، ارفعوا أيديكم عن سوريا كما صدر بيان في 75 ارفعوا أيديكم عن لبنان. نحن لا نريد أن نرى هذا يتكرر، ولكن شكرا. على الفصائل السورية أنها تتوحد، هذه هو المطلب الأول والأساس. شكرا جزيلا لك، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.